30% من مجتمعنا مصاب بالسكر، سواء كان يعاني من ارتفاع أو انخفاض مستوى السكر في الدم. ومشكلة هالمرض كمان أنه ينتقل عن طريق الوراثة. عشان كذا إحنا خصصنا حلقتنا هذه عشان نتحدث عن داء السكري. مسيك بالخير. هلا حياك الله حبيبي. بسألك سؤال، وش تعرف عن مرض السكر؟ لا أعرف عن مرض السكر إنه مرض بالفترة الأخيرة صار منتشر بشكل كثير، خصوصا عندنا في المجتمع السعودي. يعني تقريبا كان قبل 20 و30 سنة 2 إلى 3%، الآن وصلت النسبة إلى 20 أو 25%. طيب وش يسبب مرض السكر؟ الأسباب المؤدية لمرض السكر في عندك أسباب كثيرة، منها قلة الحركة، السمنة. طيب تعرف أنواع السكر وشي؟ إيه، فيه النوع الأول وفيه النوع الثاني. النوع الأول اللي يكون يعتمدون على الإنسولين، النوع الثاني اللي يكون ما يعتمدون على الإنسولين. غالبا النوع الثاني مرتبط بالسمنة، النوع الأول مرتبط في خلل في وظيفة البنكرياس. معلوماتك وافية ما شاء الله، شكلك دكتور. حياك الله. هنا طيب قهوتك فيها سكر ولا لا؟ إيه والله فيها سكر. ينخاف عليك؟ لا ما عليك، خفيف ما كثر. يعطيك العافية. يعطيك حبيبي. هلا. مرض السكر هو ما يكون مرتفع أو منخفض، نعم، وغالبا يسبب عدم يعني اتزان الأكل مثلا، أو ممكن كبير السن برضو يكون، وظاهر أنه الأنسولين إذا اختلف الأنسولين يسبب إما ارتفاع أو انخفاض. الله يعافيك إن شاء الله. بسم الله. والله مرض السكر أرى أنه منتشر يعني بكثرة، وسببها السمنة الزايدة وعدم العناية والفحص الدوري كل 6 شهور، هذا اللي نعرفه عن السكر. طيب تعرف وش مسبباته؟ والله مسبباته عدم الأكل غير منتظم، والعصبية الزايدة في غير محلها، هذا اللي نعرفه. طيب في هرمون في الجسم له علاقة بمرض السكر، تعرف اسمه ولا لا؟ والله أعتقد أنه الطحال تقريبا، الطحال أو الغدة أو زي كذا. متأكد؟ البنكرياس صحيح. يعطيك العافية. يعافيك أبوي. الله يسلمك. بسم الله. مرض السكر هذه تكون فيه مشكلة في الأنزيمات الكبد، تكون يعني ما هي إفرازها ما هو طبيعي، فتكون يعني يا اما تكون يعني ميته تماما ديد، او انه فيها افرازاتها ما هي مساوي بالانس في نسبه الدم، نسبه الدم السكر. متاكد هرمونات الكبد؟ اكيد البنكرياس هي المهتمه بال. ليش قلت الكبد؟ مو البنكرياس وينه؟ عند الكبد. بس الكبد شيء والبنكرياس شيء، جيران. يعطيك العافيه. عافاك الله حبيبي. انا بعرف عن مرض السكر انه هو مرض اول شيء بيصيب البنكرياس، وبعرف انه بكون ناتج عن الاكل السيء، وفي منه على الوراثه وفي منه على العصبيه طيب في هرمون يتعلق بمرض السكر؟ الانسولين. وش تعرف عن مرض السكر؟ والله انا الحمد لله تمام الصحه، وما في بعاني من اي شيء، فما عندي معلومات. وش تعرف عن مرض السكر؟ والله ما اعرف عنه شيء. علمي علمك. مرض السكر مرض اللي هو نقص في إفرازات البنكرياس، طبعا يجي وراثة، وممكن يجي إصابة من كثر السكريات اللي بناكلها وعدم تنظيم الأكل وحاجة زي كده. طيب تعرف وش اسم الإفرازات أو الهرمون اللي يفرز البنكرياس؟ لا والله هذه اللي ما أعرفها صراحة. مرة. يعطيك العافية. مشاهدينا، بعد ما تابعنا استطلاع الرأي وعرفنا آراء الناس وش يعرفون عن داء السكر، الحين خلفي تواجد بابن كلية العلوم عشان نقابل الدكتور عمر العطاس، وحنتعرف أكثر عن عنوان بحث المتعلق بالتقنية الحيوية وارتباطها بداء السكري. التقنية الحيوية كمفهوم جديد على مستوى العلم والأبحاث، وهي تعني الطرق والوسائل المتعددة
الهدف من ذلك هي تطوير البحث العلمي وإيجاد طرق أخرى لتحسين المنتج أو الوصول إلى أسباب معينة لمرض معين. فمجمل القول هي عبارة عن طرق تقنية متنوعة متعددة لتحسين المنتج أو استكشاف شيء معين أو الوصول إلى حالة دواء متميزة لمرض معين. بمعنى آخر هي عبارة عن طرق لتطوير البحث العلمي في كل مجالاته. داء السكري بحد ذاته يعني ارتفاع السكر في الدم. ارتفاع السكر في الدم أسبابه متنوعة وكثيرة. الوصول إلى الأسباب هي عبر التقنية الحيوية، بمعنى استكشاف طرق محددة ومعينة لتشخيص داء السكري أو علاجه أو متابعة المريض، طالما أن هذا الداء يعيش مع المريض طول عمره يجب أن يتم التحكم في داء السكري بطرق متعددة كتقنية حيوية. هناك طبعا هنا في استكشاف أسباب مرض السكر من خلال استكشاف مؤشرات ودلائل، ففي كل فترة يأتي استكشاف دليل معين أو مؤشر معين في الجسم له علاقة بداء السكري. ف 1400 كان هناك دراسة على ما يسمى مقاومة الأنسولين، وهي أن تقاوم أداء الأنسولين من خلال التقنية الحيوية لمعرفة اللي هو نشاط الخلية في جسم الإنسان. فالسكر يعني يرتبط بكل خلايا الجسم من الرأس إلى القدم. فبالتالي التقنية الحيوية درست مقاومة الإنسولين من خلال الدراسة على الخلية، هذا رقم واحد. رقم اثنين، اكتشفت أيضاً اللي هو دلائل ومؤشرات حيوية مسببة لداء السكري، خاصة في مرحلة ما يسمى مرحلة ما قبل داء السكري، وهذه مهمة. قد أكون أي شخص جالس في هذا في أي مجلس ولا يشعر بأي شيء، ولكنه هو يعيش مرحلة ما يسمى مرحلة ما قبل داء السكري، وهذه مرحلة مهمة جداً لاكتشافها. كيف التقنية الحيوية تلعب دور؟ من خلال اللي هو تحليل مؤشرات في دم هذا الشخص للحصول للمعرفة تركيزها ارتفاعها أو انخفاضها، وبالتالي تدل على أن هذا الشخص قد لا سمح الله يصاب بداء السكري، وهذه ببساطة شديدة بس. طيب، التقنية الحيوية لعبت دور كبير جدا في لما يسمى مضخة الإنسولين، وهذه في كثير من المرضى يأخذون الإنسولين ليست بالحقن ولا يسكن ولكن عبر مضخة يعرفها الأطباء المختصون في هذا المجال. هذه دور التقنية الحيوية. أيضا اللي هو دور حقن الإنسولين، هذه تقنية حيوية، تمام. هذه من ضمن اللي هو الوسائل والطرق التي اكتشفت لتسهيل وصول الإنسولين كهرمون مهم جدا في حياة الإنسان والتحكم في داء السكري، تمام. بالإضافة إلى أن هناك اللي هو دراسات حديثة جدا اللي هو دور الجينات وانتقالها، قد تنتقل إلى أجيال قادمة، فيجب في التقنية الحيوية تكتشف أن هذه الأجيال القادمة، خاصة إذا كان الأب والأم مصاب بداء السكري أو العائلة أو كذا، التقنية الحيوية تكتشف طرق محددة ومعينة لاكتشاف جينات معينة. هذه الاكتشاف للجينات المعينة قد تنتقل إلى الأجيال القادمة وقد تسبب داء السكري. إذن في هذه الحالة للعناصر المجتمعة هذه، الغذاء والممارسة والحركة وطبيعتنا في حياتنا، هذه كلها مجتمعة، بالإضافة إلى التثقيف الصحي ومعرفة الإنسان بما هو السكر وخطورته، ويجب أن يتحكم الإنسان في اللي هو غذائه بالدرجة الأولى، تمام. إذن مجموعة من العناصر كلها تجتمع مع بعض، تمام، لتقليص نسبة انتشار داء السكري. ومنظمة الصحة العالمية التي تشارك فيها المملكة العربية السعودية بدور هائل كبير جدا في الحد من انتشار السكر، تلعب دور كبير جدا في الحصول على معلومات حديثة عن اكتشافات في داء السكري
وكيفية الوقاية من أسبابه. طيب دكتور، بالنسبة طالما وصلنا للدراسات العليا، أنت أكيد أن شاركك ناس أو مجموعة شباب من الدراسات العليا في بحثك. خلينا نتكلم الآن عن موضوع السكر. مين اللي شاركك أو من الطاقم أو أحد الباحثين اللي كانوا موجودين معك في سكر؟ أنا حاب أني أقابله واستزيد منه أكثر بالنسبة للدور اللي قام فيه. إحنا عندنا في مركز خاصة في أبحاث السكر عندنا ما يسمى برنامج أبحاث المؤشرات الحيوية والخاصة بالأمراض المزمنة والتي منها داء السكري. ممتاز. فإن شاء الله تعالى نقابلك بهذا المركز، وهو عندنا في نفس المبنى اللي هو تقابل الزملاء موجودين هناك والباحثين الموجودين هناك، ويبين لك بالضبط ماذا يجري من أبحاث متنوعة. طيب دكتور، طالما احنا الآن كمان موجودين في المعرض وداخل المركز، في أحد الباحثين هنا ممكن أني أقابله واستزيد منه أكثر؟ في عندنا حقيقة باحث، يعني أكثر من باحث، ولعله الآن اللي هو الباحث الزميل الأخ تركي الشمري يستطيع أن يشارك في مثل هذا، وهم من الشباب الواعدين زيك في المجتمع. وإحنا يهمنا بالدرجة الأولى يجب أن تنتقل التقنية من جيل إلى جيل، وهذا مهم جداً. بإذن الله يا دكتور. وأنا بصراحة دكتور استمتعت بصراحة في عنوان بحثنا لليوم وما قصرت معنا، ودي الآن أن أنتقل لدكتور تركي الشمري، خلينا نشوف كمان دوره اللي سواه إن دبث مثل ما يقولون. بالتوفيق إن شاء الله. يعطيك العافية دكتور. شكرا. تركي، أنا كلمني الآن الدكتور عمر وذكر لي كنت من ضمن التيم اللي شارك معه في بحث التقنية الحيوية المتعلق بداء السكري. صحيح. وش كان دورك بالضبط في البحث تركي؟ حقيقة كانت المهمة الأولية في المشروع جمع عينات متعلقة في نفس المشروع السكر نفسه. تمام. فبعد عمل الترتيبات اللازمة ما بين المخاطبات بين الجامعة وبين الجهات الصحية عموما، تم جمع عينات حقيقة من المستشفيات، من المراكز الصحية، من المنازل كذلك بشكل عشوائي. ممتاز. تمام. يعني تم جمع العينات وتم فرز العينات ووضعها بشكل منظم ومنسق كذلك. تمام. بعد عمليه الفرز والاشياء كلها هذه نقلت بشكل كامل الى المختبر، تم تسليمها لزميلنا الباحث اللي هو فلاح القحطاني عشان عمليه اللي هو اللاب تيست في الاشياء كلها، العينات هذه. طيب العينات هذه يا تركي، يعني انتم الان جمعتوا عدد اكيد كبير من العينات. نعم. طيب وش تفيدنا هالعينات او وش راح نسوي فيها؟ والله شوف، العينات راح تفيدنا هي في المختبر لما نحدد نسبة السكر أو الجلوكوز نسبة الدهون في كل عينة. أوكي. تمام. راح تعطينا خلينا نقول مسح كامل، تمام، نسبة انتشار السكر في المجتمع. طيب وهي العينات هذه عشوائية، يعني أنت الآن لما تأخذ العينات ما أنت عارف إذا هذا المريض فيه سكر ولا في عنده ارتفاع في نسبة الدهون، يعني أنت نهائيا ما أنت عارف يعني. لا، أكون أنا أساسا عارف إنه أساسا عنده مريض في السكر. أها. أي نعم. طيب أي نعم. ولما تكون أنت تأخذ عينات عشوائية من ناس أنت عارف أوريدي عندهم. نعم. سكر. نعم. أنت الإحصائية راح تسوي دراسة، يعني أو الإحصائية اللي تطمح لوصولها اللي هي إيش بالضبط يعني؟ هو حقيقة الفكرة بحكم داء سكري ويمكن كمشكلة يعاني منها المجتمع في الوقت الحالي. أوكي. فالآن البحث جاري إنه إيجاد أفضل علاج ممكن لمواجهة هذا الداء. تمام. فكان بداية هو جمع العينات، تمام، من المجتمع، تمام، بجميع أفراده بجميع فئات أعمارهم كذلك. أوكي. تمام. جمع العينات بعد كده تفرز بشكل 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 منظم وشكل جيد. تمام. وتنقل إلى اللاب لعملية اللي هو الفحص المختبر. طيب. نعم. واللي قام بجمع العينات بعد ما او اللي قام بفرز العينات وتسجيلها. نعم. اللي هو الاخ فلاح القحطاني. نعم نعم. طيب. زي ما زميل. نعم زميل. اذا انا يا تركي يعطيك العافيه، خليني اروح الفلاح اشوف بالضبط وش الدور اللي هو سواه. حياك استاذ، مرحبا، يعطيك العافيه. حياك. هلا فلاح، كيف حالك؟ كيف هلا فلاح، انت شاركت مع الدكتور عمر في بحثه بالتقنيه الحيويه متعلق بداء السكري. اي نعم. وش كان دورك بالضبط؟ والله دوري طال عمرك بعد أخذ الإحصائيات والعينات من الزميل الأستاذ الباحث تركي الشمري ونزلها على اللاب، كان دوري أني أخذ العينات النتائج وأوديها المختبر. طيب وديتها المختبر، أنت الآن أساس وش بيسوي فيها المختبر بالضبط؟ عشان يقيسون نسبة الجلوكوز نسبة الدهون والنتائج اللي حاصلة يعني بعد القياس وهذا المعرفة تقلتها للمختصين. طيب كم أخذت وقت بالضبط في المختبر هم يفحصونه؟ كم يوم تقريبا أخذت؟ لا مو باليوم، هي أخذت شهر ونص إلى شهرين. شهر ونص إلى شهرين. إيه. وهم يفحصون في العينات هذه. وبعد لا مو بشامل. يعني العملية شاملة. أخذ الأستاذ تركي الإحصائيات. طيب وبعد ما أخذت أنت الخطوة الأخيرة، أنك بعد ما أخذت المختبرات أخذتها إلى وين؟ إلى المختصين الأطباء الاستشاريين.
دورهم انهم يشوفون النتائج. نعم النتائج ان شاء الله لوقايه والعلاج هذا الداء. يعطيك العافيه فلاح. الله يعافيك. إذن مشاهدينا احنا الان تعرفنا على بحث الدكتور عمر العطاس المختص بالتقنيه الحيويه المتعلق بداء السكري. الحين خلينا ننتقل الى حاله مرضيه نبغى ندردش معاه شوي ونشوف ايش طبيعه مرض السكر وايش الاعراض اللي هو يعانيها ونحاول نربط الواقع كالعاده في جميع الحلقات السابقه. نور حدثيني متى بدأ معك مرض السكر؟ بدأ معي لما كان عمري سنتين. كيف اشتبهوا أهلي؟ صار عندي تبول ليلي مستمر فكنت أصحي ماما وبابا بالليل من النوم فبابا شك في الموضوع راح للمستشفى. الدكتور قال لهم لازم نسوي لها كم تحليل. لما عملوا لي التحاليل يعني فعلا طلع معي سكر. طيب أنت بالنسبة لمرض السكر اللي معك أنت تعاني من النوع الأول ولا النوع الثاني؟ لا النوع الأول. والنوع الأول وش هو بالضبط؟ النوع الأول هو اللي يكون معتمد اعتماد كلي على الإنسولين. يكون فيه ما يكون ارتفاع أو انخفاض يكون الثنتين موجودين. ففي حالة إنه ارتفع السكر أخذ الإنسولين، في حالة إنه انخفض السكر ما أخذ الإنسولين لازم آكل حلويات عشان أعادل موضوع يعني. طيب انت معاكي ابره انسولين يعني دائما معاك ولا؟ ايوه ابره الانسولين طبعا هي الصديق الصدوق اللي مشاركني اليوم كله لازم معي في الشنطه. طبعا اخذها لازم قبل الاكل عشان ما يصير عندي ارتفاع في السكر. كم مره تقريبا تاخذينها في اليوم؟ حسب النظام بس يعني اكثر شيء غالبا الاطباء 3 مرات في اليوم. طيب وبالنسبه لاعراض انخفاض السكر يعني انت بالنسبه لك وش اللي يصيبك اكثر الارتفاع ولا الانخفاض؟ احيانا يصيبني الارتفاع يكون من اهمال مني انا اني انسى اخذ الانسولين او اتاخر عن وقته فيجيني ارتفاع. طيب. واحيانا يجي الهبوط. طيب في حال جاك الهبوط كيف تتصرفين في اللحظه هذه؟ على طول اروح اخذ تمر لانه يعني اسرع شيء ممكن يمشي عندي او اني اخذ شوكليتس يعني عادي امشيها اهم شيء حلويات. طيب انا شايف برضو من ضمن الاغراض اللي معك في عندك جهاز حق تحليل السكر هذا وش تستفيدين منه بالضبط؟ جهاز تحليل السكر هو اللي يساعدني اني اعرف كميه السكر في الدم. طبعا لازم 3 مرات يفضل كل الاطباء ينصحونا انه 3 مرات في اليوم نقيس السكر. والثلاث مرات هذه اجباريه يعني حتى لو ما بينت عليك اعراض معينه لابد ايوه حتى لو ما بينت لان هي تساعدنا في الكنترول حق الانسولين. ممتاز. طيب في عندك ايضا في دواء اخر موجود هناك وش هالدواء هذا بالضبط؟ هذا الدواء مسكن للاعصاب. لان في مشاكل السكر هي في المضاعفات حقتها فاحد المضاعفات يعني المتوقع المريض السكر هي الاعتلالات العصبيه فيعطوا هذا الدواء. طيب والاعتلالات العصبيه هذه وش الاحساس او وش الاعراض اللي تجيك بالضبط نتيجه الاعتلالات؟ تجي الاعراض الام في الجسم كله والمفاصل تحديداً يعني أصير أشتكي من أطرافي وأيضاً في تنميل. فلما رحت للمستشفى يعني جابوا طبيب الأعصاب وكشف وكذا فقال إنه هي عشان عندها فترة طويلة إصابة في السكر فبالتالي يجيها. طيب والإصابة بالاعتلالات العصبية يعني لمريض السكر يعتبر شيء طبيعي؟ يعتبر شيء طبيعي بس هو عند الدكاترة أول شيء يشخصونه إنه إذا كان السكر الجود كنترول أو لا إذا كان مو كويس الكنترول على السكر فبالتالي يعني يتوقع هذا الشيء. طيب خلينا نرجع مرة ثانية للسكر. الحين أنت قلتي تعانين من الحالتين اللي هو الارتفاع والانخفاض. أيه. طيب أنت الآن في حالة أنك في مطعم ولا ماشية ولا رايحة وجاك ارتفاع سكر وش الأعراض اللي تحسين فيها يعني لو ما قست الجهاز كيف تعرفين أن أنا الحين جالسة أعاني من ارتفاع في السكر؟ يجيني أول شيء أصير أتعطش فأشرب موية كثير وبالتالي أصير أروح للحمام كثير. فهذا التعطش والروح للحمام يعني هي أكثر شيء أكثر عرض يخليني أعرف أنه ارتفاع في السكر. طيب وإذا جاك انخفاض في السكر وش الإحساس اللي تحسين؟ يجيني إحساس دوخة خفقان أصير خلاص ما أقدر أمشي ما أقدر أتحرك. طيب هل في مرة جاك مثلا انخفاض أو ارتفاع وحتى مع تواجد مثلا الإنسولين أو مع تواجد التمر يعني تأخر عليك الوضع وصار لك أعراض أخرى يعني ولا؟
أحياناً تجي أعراض كأنها أعراض الانخفاض، لكن هو في الحقيقة يكون ارتفاع. فيعني دائماً أفضل شيء إنه يكون جهاز التحليل معنا عشان نكشف هذا الموضوع. يعني إذا أنت إذا أحسست بشعور الارتفاع أو الانخفاض، مفترض إنك تأخذين جهاز التحليل وتتأكدين. إيه، لأن أحياناً أنا أحس إنه سكري مرتفع، فأروح أقيس السكر يطلع طبيعي. طيب في حال إن جاك الارتفاع أو الانخفاض، وخلنا نقول إنه مثلاً كان حاد لا سمح الله، يعني هل معك وقت إنك فعلاً تقيسين وتشوفين النتيجة؟ لا، ما معي وقت. فبالتالي مخاطرة. يعني في اي مخاطره، يا احتمال انه لا سمح الله ادخل في غيبوبه، او ان يعني الناس اللي حولي يكونون يعني يعرفون انه فيني سكر ويلاحظون علي اني مو طبيعيه ويلاحظون الاعراض، فهم بالتالي يسعفون. دكتور، احنا عنوان بحثنا اليوم يتكلم عن السكر، لكن قبل ما ندخل في موضوع البحث، وش مرض السكر؟ مهند، احنا نعرف انه مرض السكر هو عباره عن خلل في استخدام الجسم لماده سكر الدم اللي هي ماده الجلوكوز. طيب وش انواع السكر دكتور؟ طبعا احنا نعرف انه هرمون الانسولين هو اللي ينظم استخدام الجسم لماده الجلوكوز في الدم. طبعا من هرمون الانسولين نستطيع ان نقسم مرض السكر الى نوعين، نوع يعتمد جد على هرمون الانسولين، ونوع يعتبر عنده مناعه ضد الانسولين او غير قابليه للانسولين. طيب وش الفرق يا دكتور بين اللي يعتمد على الانسولين واللي ما يعتمد عليه؟ يعني يصيب مين بالضبط؟ طبعا اللي المرض اللي يعتمد على الانسولين واللي يعتبر نقص كامل للانسولين غالبا يصيب صغار السن، بينما كبار السن يصيبهم المرض اللي يصير عندهم مناعه للانسولين او كميه غير كافيه من الانسولين. طيب دكتور، بالنسبه للاعراض، كيف الواحد يعرف انه مصاب بالسكر او وش الاعراض اللي تصيبه؟ الاعراض في البدايه تكون الاكثر الاعراض شيوعا هي اما زياده في العطش او الظمأ، شرب كميات كبيره من السوائل، ايضا كثره في التبول. طيب دكتور، الان انا بيجيني سؤال اهم بالنسبه لدكتور، للناس اللي تجيك في المستشفى، اكثرهم اللي يكونون اللي النوع الاول اللي لا يرتبط بالانسولين، ولا النوع الثاني اللي يرتبط بالانسولين؟ زي ما قلت لك مهند، صغار السن غالبا يكون بالمرض اللي يعتمد على الانسولين. طيب دكتور، بالنسبه للاعراض الجانبيه يعني اللي تصيب المرض، وش ممكن يصير للشخص لو جت ازمه سكر؟ بعد ازمه السكر اذا ما كان العلاج مباشر للسكر، ممكن الواحد يتكون عنده ضعف في النظر، ممكن يصير عنده ضمور في الاعصاب او خدران في الاعصاب، هذه من مضاعفات المرض السكر. تجيك حالات كثير دكتور في المستشفى تتعبك مع الاطفال؟ طبعا يجينا حالات كثير من الاطفال ويحتاجون الى تنويم. يعطيك العافيه دكتور، استفدنا منك بصراحه. الله يعافيك ان شاء الله، واي وقت ان شاء الله يا مهند. إذن مشاهدينا، الآن أفادنا خبيرنا الدكتور عبد المحسن العنزي بخصوص مرض السكر، وبعد ما تعرفنا على المرض خلينا الآن ننتقل لفقرتنا المعتادة صحي ومفيد. كثير من الناس تشتري نظاراتهم من الأماكن الرخيصة بظن أن النظارة مجرد شكل يكشخ فيها قدام الناس ولا شيء، لكن في الحقيقة أنا دائما أنصح النظارة لابد أنك دائما تشتريها من الأماكن المعتمدة لسبب واحد. أنت هدف النظارة أن تحميك من أشعة اليوفي والAR والبولارايز، والخصائص هذه ما راح تلاقيها في النظارات العادية. حلو. خبرنا قوي لليوم يقول ابتكار تقنية جينية تخلي خلايا سرطان الثدي تدمر نفسها. الخبر أنه توصل باحثون بريطانيون إلى تقنية جينية جديدة تخلي خلايا سرطان الثدي تدمر نفسها عن طريق أنك تحط جين يسمى بـ NAOS يدخل إلى داخل الخلية، الخلية تفرز سموم داخلها وبالتالي تسبب بمقتلها، وإذا ما ماتت من نفسها تساعد على أنها تخليها هشة لتموت عن طريق العلاج الكيميائي أو عن طريق الأشعة. خلوني أكون صريح معاكم، أنا إنسان أنام أكثر من 10 ساعات باليوم، بالذات لو كان بالويكند، بس في دراسة طلعت عليها اليوم تقول أن النوم الأكثر من 9 ساعات ممكن يصيبك بعد عدة سنوات بمرض الخرف أو الزهايمر، وهالشيء هذا أكيد ما حد فينا يبغاه. فعلى أساس كذا نصحت الدراسة أنه يكون معدل ساعات النوم باليوم الواحد من 5 إلى 7 ساعات، مشوها 8 مين مشكلة. تفاصيل دراستنا أنه النوم أكثر من مشاهدين الهنا نكون وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم، تابعنا بحث الدكتور عمر العطاس المتعلق بأمراض السكر. الأكيد أن موعدنا راح يجدد الأسبوع الجاي، ضيف جديد وبحث جديد، لا تنسوا تتابعونا وفي أمان الله.